مرحبا بكم، نقدم لكم كلمة السيد وزير التربية الوطنية بمجلس النواب حول ملف التعاقد 19 أبريل 2021. لنستمع لما قاله السيد الوزير. السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون، بالعودة إلى ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، أعتبر أن الكثير مما يثار حول هذا الملف يرجع إما لعدم بذل المجهود الضروري للإحاطة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي. وفي هذا السياق سأتطرق لهذا الملف من خلال محورين أساسيين. يهم الأول نمط التوظيف الجهوي، حتى نتبين جميعا الحيثيات والدوافع الموضوعية التي كانت من وراء اعتماد الحكومة والوزارة لهذا النمط في التوظيف، لأتناول بذلك الوضعية النظامية لهؤلاء الأطر. فبخصوص سياق مميزة نظام التوظيف الجهوي، لا بد من إشارة أن مقصر اعتماد نمط التوظيف الجهوي في قطاع التعليم يعود لأكثر من عقدين من الزمن، حينما أوصل ميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999 الذي شكل موضوع توافق وطني موسع بتنويع أوضاع المدرسين الجدد على صعيد الأقاليم والجهات، وهي نفس التوصية التي تكررت مرة أخرى في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والتي أكدت على اعتماد تدبير جهوي للكفاءات البشرية في انسجام مع التوجهات الجهوية المتقدمة عبر تنويع أشكال توظيف المدرسين. وقد أبان هذا الاختيار عن أهميته ونجاعته لمنظومتنا التربوية لعدة اعتبارات. مكن النمط التوظيف الجهوي الذي تم الشروع في أواخر 2016 من توظيف أكثر من 100,000 من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل إجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق في أكثر من 20 سنة، حيث لم تتجاوز المناصب المالية المدرجة بقوانين المالية سقف 3,000 أو 5,000 منصب مالي في السابق، علما بأن عدد المحالين على المعاش عرف ارتفاعا مهولا في السنوات الأخيرة. وهو منجز حكومي يحق لنا أن نسجله بكل اعتزاز، كما أنه لا زالت هناك حاجيات أخرى لأطر التدريس تقدر بحوالي 20,000 مدرس سنويا في إلى غاية 2030. هذا النمط من التوظيف سمح بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية لأطفالنا، خاصة في العالم القروي، والاستفادة الفتاة القروية على وجه الخصوص من حقها من التمدرس. بفضل هذا النمط من التوظيف تم التقليص بشكل كبير من الاكتضاد والأقسام المشتركة في الفصول الدراسية، وهو الإشكال الذي طالما كانت الأسر والسيدات والسادة النائبات والنواب البرلمانيون يثيرونها ويطالبون بإيجاد الحلول الضرورية له. بفضل هذا النمط من التوظيف الجهوي تمكنت جميع الجهات من تغطية نسبة كبيرة من الخصاص الذي كانت تعاني منه خلال السنوات السابقة، وذلك من خلال التوظيف المحلي للكفاءات، مع ما واكب ذلك من تكريس استقرار داخل نفس المجال. هذا النمط من التوظيف تمنيه كذلك وضعية الأكاديميات جهة التربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والتدبيرية، كما أنه ينسجم التوجه العام لسياسة الدولة المتمثل في الجهوية المتقدمة، وهو ورش ضخم يقصد انخراط الجميع بما يلزم من مسؤولية وحس وطني وباستحضار الصالح العام. أما فيما يتعلق بالوضعية النظامية لأطر الأكاديميات، فلا بد من العودة إلى أهم المحطات التي قطعها هذا الملف. المحطة الأولى، وهي التي نظمت خلالها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مباريات توظيف أطر التدريس بموجب عقود، وذلك وفق مقرر مشترك لوزيري التربية الوطني والاقتصاد والمالية آنذاك، حيث بلغ عدد التوظيفات 55,000 أستاذ خلال سنتي 16 و17. المحطة الثانية، حيث عملت الوزارة سنة 2018 في خطوة أولى وبدعم كبير من الحكومة على الارتقاء بالإطار القانوني للتوظيف الخاص بهذه الفئة، وذلك بالانتقال من مقرر مشترك إلى نظام أساسي مصادق عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات، والذي اشتمل على 55 مادة. المحطة الثالثة، وتم خلالها التخلي بصفة نهائية عن التعاقد واعتماد المماثلة وتجويد وتطوير النظام الأساسي الخاص، والانتقال من 55 مادة إلى 113 مادة، وهو النظام الذي صدق عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات في مارس 2019.
وهو ما يعتبر إنجازا مهما مكن من إصلاح وتصحيح الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة. ومن أهم مميزات هذه المحطة هو إسقاط التعاقد نهائيا واعتماد مسار مهني جديد لأطر الأكاديميات، وذلك بحذف كلمة العقد من النظام الأساسي الخاص بهم والإدماج التلقائي للأفواج السابقة في وضعية نظامية، والمماثلة والمطابقة بين موظفي الأكاديميات وموظفي القطاع العام ووزارة التربية الوطنية على مستوى الحقوق والواجبات، والتطبيق بأثر رجعي للمقتضيات الواردة بهذا النظام الأساسي الخاص، والاحتفاظ بنفس الضمانات والامتيازات التي يتمتع بها موظف القطاع العام وموظف وزارة التربية الوطنية، بما فيها الترقية، بما فيها ولوج إلى مناصب مسؤولية، بما فيها المشاركة إلى المباريات.